محور. فأنا عندي نقطة B حكى لي أوجد الانترنال فورس عندها، فأنا إيش بعمل؟ بقطع عند النقطة B، بقطع عند النقطة B مثل هيك. شو بصير عندي؟ شو بصير عندي؟ شوي في ناس بيحكون ليش يكسر. فعندي النورمال فورس، الشير فورس، البندنج مومنت فورس. النورمال فورس دائما عمود موازي، هي نفسها المحوريه. كيف يعني المحوريه؟ اللي هي محور اكس. يعني انا عندي هذا البيم افقي، حكينا تحديد المحور اكس هو هذا محور اكس، والعمود عليه محور واي. فبالتالي طلب مني الانترنال فورس عند بي، بقطع، قطعت البيم، البيم هيو راح ينتج عني قوة، واحد اسمها نورمال، واحد اسمها شير، واحد اسمها بندنج مومنت. طب كيف اتجاهاتهم؟ انا عندي اتجاهات ثابتة، الجزء اليسار هذا الشير لتحت، النورمال طالع من الجسم، والمومنت بعمل لي عكس عقارب الساعة. اذا اخذت الجزء اليمين، النورمال طالع، الشير لفوق، المومنت هاي. انت بتقدر تحفظ واحدة منهم والثانية عكسها، لانه لما اركب البيم على بعضه بعد ما قطعته لازم يصفر لي اياهم، عشان هيك ما بتظهر الانترنال فورس. ممكن يجي سؤال ضع دائرة، ليش ما فيش internal force ظاهرة؟ لأنه هم متعاكسات بالاتجاه. أسئلة ضع دائرة كثير بتجي هيك، بس ما أعرفش كيف نمط سلام للأسئلة. فأنا كيف أحدد هسه أنو النورمال وأنو الشير؟ لأنه هسه لما نشوف هذا بيم أفقي زي هيك راح تحكي لي سهل، خلص النورمال طالع، الشير عمودي عليه. بس في أسئلة الماية اللي هي أسئلة الكوزات ما راح يكون هيك، راح يكون في إشي غير. فبكل بساطة بشوف محور إكس، محور اكس النورمال باتجاهه، فمحور اكس انا عندي زي هيك، فالنورمال طالعه زي هيك. طب محور واي، هاي محور واي، راح تكون او خلص احفظ الشير عمودي على المومنت، فمحور واي هي الشير، والبندنج مومنت هي الام بي. هسه شو بطل علي اعمل؟ اطلب، بطلب كيف اوجدهم. بكل بساطه معادلات الاتزان، النورمال بوجدها ان سيجما اف اكس تساوي زيرو. طبعا اف اكس لمين؟ للجزء اللي قطعته اللي هو اللي عليهم مربع، يا هاف يا هاف. والشير فورس بوجدها من سيجما اف واي تساوي زيرو. البندنج مومنت بجيبها من سيجما مومنت عندي القطع، قطع يعني كات، تساوي زيرو. تمام، هاي اهم شغله كيف اوجد نورمال فورس. بس بالكوز الثاني الطلاب كان حظهم كويس، ما كان عندهم شيء مايل، فكان مباشره اللي فاهم والدارس كان مباشره طلع نورمال فورس يساوي زيرو، سيجما فيكس يساوي زيرو، طلع نورمال فورس سيجما اوف يساوي زيرو، بيعطيني الشير سيجما مومنت. هسه الملاحظه الثانيه، اف اكس يعني حسب اكس انا شو محدده، لانه هسه زي قلت لكم مرات الاكس بيكون لفوق، بيكون اف اكس يعني اف اكس لفوق، يعني ننتبه شو اتجاه المحور عندي. طيب احنا حكينا هذول اهم شيء، كيف نحددهم، كيف نوجدهم. هسه راح نحل كثير اسئله عليهم. فانا لو كان عندي، مش عارف اذا بدكم اكزامبل مشان الحل او لا، هسه نشوف اكزامبل. طيب نشرح المثلث. المثلث طلب مني وجد، لازم نقرا السؤال، the internal force، shear force، bending moment at C، نطلع وين C؟ هاي C. شو بعمل؟ طلب normal force، وبكل بساطة، بكل بساطة بمسك C، بقطعها، هاي C، بقطع. لما أقطعها بظهر عندي شكل يا يسار يا يمين. هسا إذا أخذت الجزء اليسار، بلاحظ إنه في عندي مستطيل مثلث، بدي أوجد كم ارتفاع المستطيل، كم ارتفاع المثلث. وبنعجو قدنا وبتصير عجكة، وغير هيك بتوجد رياكشن. فأنا أخذ الجزء اليمين، فإحنا أهم خطوة نعرف شو الجزء اللي بدنا ناخذه، كمان الجزء السهل أو الصعب. في كثير طلاب بيقطعوا بأخذ جزء اليسار وبيحكي الامتحان طويل وبده ساعتين، وفي طلاب بخلصوا الامتحان مثلا خمس دقائق، مش منطق خمس دقائق يعني السؤال، لأنه أخذ الجزء اليمين. فبكل بساطة أنا قطعت هذا مثلث، لما اقطعه بلاحظ انه كل ما امشي بزيد ارتفاعه، هذا الارتفاع مجهول،
هذا ارتفاع بسميه دبليو، دبليو لاي نقطة لسي، والمسافة هاي 1.5، فتشابه المثلثات 1200 على دبليو سي بساوي 3 على 1.5، بيطلع مع الدبليو سي مقدارها 600. طيب كدرجه الانترنال فورس، بكل بساطه حكينا اول خطوه بنحدد المحور، هاي محور اكس، محور اكس، بالتالي النورمال فورس راح يكون اتجاهها، انا اخذت الجزء اليمين تكون نورمال فورس هيك. طيب بكل بساطه بحكي سيجما اف اكس تساوي 0 بالجزء اليمين، في قوه على اكس للمحور اكس بالجزء اليمين، اطلع ما عنديش غير المثلث، مثلث عمودي التركيز راح يكون هيك. في قوة على X وقوة مائلة بحللها على X راح تحكي لا، فإذا normal force تساوي 0، هاي أهم خطوة. سيجما هسا بدي أوجد الشير فورس، الشير فورس هذا الجزء اليمين فبتكون لفوق، ليش أنا حطيتها لفوق مش حطيتها هيك، مش حطيتها هيك لأنها مودية دائما على النورمال أو تكون على محور Y. هاي ال V فراح أقول له سيجما F Y تساوي 0، لاحظ انه عندي قوه في لفوق، ولاحظ عندي المثلث لتحت، المثلث ارتفاعه 600 وقاعدته 1.5، فمساحه المثلث نص 600 في في القاعده 1.5، حط هاي هون تساوي 0، تطلع معي قيمه الشير، تطلع قيمه الشير موجبه. فاذا اجاني سؤال تساين فور شير فورس بقول له موجبه، اجت بالكوز الثاني. طيب بده البندنج مومنت فورس، بكل بساطه بندنج مومنت كيف اتجاهه؟ اتجاهه زي هيك. طيب سي باخذ المومنت عند سي عند القطع، لاحظ انه ما عندي غير تركيز المثلث، نص في 600 في 1.5، على اي مسافه بقاع؟ بقاع على ثلث من الزاويه القائمه، سنتر المثلث ثلث عن الزاويه القائمه، فتر 9 في 1.5 على 3، ثلث عن الزاويه القائمه، 1.5 في 3 بيعطيني نص، فهاي لو ضربتها بنص حطيتها عند السيجما مومنت عند سي تساوي 0، يطلع معي سالب ام سي لانه مع قلب الساعه، سالب اللود اللي هو هذا تساوي 0، اذا ام سي بيطلع معي سالب، طلع معي سالب يعني ساين كونفليشن سالب. دكتور بطلب ذا ساين فور ام سي. يعني ملخص الخطوات، حدد المحور، سيجما نشوف النورمال فورس باتجاه الاكس، الشير فورس باتجاه الواي، والمومنت يكون دائما اذا اخذت الجزء اليمين بيكون عقارب الساعه، واخذت الجزء اليسار عكس عقارب الساعه. حلهم. بوجد اي سؤال؟ هسه احنا ما راح نحل الاسئله السهله هاي، راح نحل مثلا شوي اجيبكم سؤال، راح نحل كيف نقدر نقطع عند الأطراف؟ هسه بشرحها. نجي على هذا السؤال مثلا سهل شوي، بعدين نجي على سؤال في ميلان. هذا السؤال مثلا اجاوب راشد اجاوب الكويز، بس انه اجاوب من هذا الكتاب اتذكر. لو فرضنا طلب مني النورمال فورس هون على الطرف هذا، لو سميت الطرف هذا سي، كثير اجاوب الكويز الثاني، اوجد النورمال فورس على الطرف هذا، بكل بساطه وين طالبه هون؟ فيا باخذ الجزء الافقي يا باخذ الجزء المائل، انا اي اسهل لي اخذ الجزء العمودي مثل ما اتجنب اللود اللي هون. فبكل بساطه بحدد المحور، المحور هذا محور اكس والعمودي عليه واي، ما بهمني ايش الواي.
طب مين؟ مساء الخير مهندس. سنور. مساء الخير مهندس. سنور. أنا مش ظاهر عندي، يعني مش ظاهر عندي الصورة، مش شايف إشي. هسا مبين عندي مبين السؤال ولا لا؟ لا. في حدا مش مبين عنده السؤال؟ هو عند آخر إكزامبل أعطيتني إياه واقف بس. واقف طيب تقدر تقول. هيك. هيك تمام؟ لا مهندس. هيك. نفس الشيء. مش عارف عندي طالع مبين انه عامل سكرين. بس عندي ولا عند كل الطلاب يعني؟ لا في طلاب، في طلاب مبين عليك انه. طيب اغادر الميتنج وارجع ادخل؟ ممكن يزبط هيك؟ هيني واقف جربي. اللي بده الكتاب، طبعا الكتاب ما له حلول يعني على الفاضي، يعني هذا السؤال ما له حل، ما في وقت تمارس، يعني لو اعطيتكم اياه من شهر ما له حل على الفاضي غالبا. هسه واضحة؟ تمام هيك مهندس زبط. طيب تمام، نرجع نرجع نعيد السؤال. السؤال مثلا جاب لك كوزات. كتاب ستراكشر هذا. هسه هذا السؤال حكى لي مثلا اوجد النورمال فورس هون. هذا كثير سؤال تكرر الكوزات بكل بساطه. فعندي حلين، يا بما انها على طرف على زاويه مثلا، بقدر اخذ الجزء اليمين وبقدر اخذ الجزء اليسار ويطلع نفس الجواب. لازم هسه راح اثبت لكم اياها. فبكل بساطه اول خطوه بحدد المحور. اذا بدي اخذ الجزء العمودي هذا، فالمحور محور السطح اللي هو هي. فلو هذا سميته اكس، عمودي عليه هاي. فهي اول خطوه. فبالتالي انا لما اقطع هذا البيم بيكون عندي شكله هيك. فايش ايش محور اكس العمودي؟ فالنورمال فورس هيك بتيجي. طيب بده الشير فورس، الشير فورس هذا الجزء اليسار صح؟ لو بالنسبه لهاي هي الجزء اليسار، بتكون لتحت. هيك اني لفيت الورقه. والبندنج مومنت بيكون شكله هيك، لانه ما اخذ الجزء اليسار بيكون بالتالي هذا النورمال فورس. طب شوف عندي، في عندي الرياكشن. فاحنا دائما قلنا اول خطوه نطلع الرياكشن. بكل بساطه الافقيه 200 كل اليسار ناطق مباشره لانه ما في قوه افقيه. العموديه هي 35 10 تعطيني اللي هي تركيز المستطيل 35 ضرب 10، وبما انها بالنص فبتكون اسمه تقسيم 2 تطلع معي هاي 175 وهي 175. مش متاكد من الرياكشن اذا صح 100%، بس المهم الخطوات كيف نتعامل معه. فبالتالي ففي عندي الرياكشن 200 و175. طب مني اوجد الانترنال فورس عند الهاي. ببساطه بقول له سيجما اف اكس اعطيني ايش النورمال فورس. اكس ايش هو؟ اللي هو اللي لفوق. فبروح باخذ كل القوى اللي جايه لفوق. فشو كل القوى اللي لفوق؟ في عندي النورمال ناقص 175. طب انا ليش اخذت اكس هيك؟ لانه اكس لفوق، مش انا مش معاكس المحاور. الاف واي هي الاكس، هي انعجقت الشغله. بس احسن طريقه افهمكم كيف اوجد النورمال فورس اني ابدل المحاور، اضل ابدلهم. فانا ناقص 175 تساوي 0، فالنورمال فورس تساوي 175. هاي كان سؤال كويز. طيب طلبني نورمال فورس هون، راح اقول لك نفس الشيء. طب طلبها هون، راح اقول لك نفس الشيء. طلبها هون، نفس الشيء. طيب ليش نفس الشيء؟ لانه بكل بساطه النورمال فورس ثابته زي هيك، اللي هي قيمه الرياكشن. فانا كنت احل الكويز لاني متمرس على هذا الشيء. اول ما اشوف السؤال يطلب النورمال فورس هون، اجي احكي قيمه الرياكشن هي النورمال فورس، اطلع الرياكشن احكي هي مباشره صح
وهي قلت لكم ليش يقنت الرياكشن. طيب لو بدي اخذ الجزء الافقي احكي البيم شكله هيك، لو بدي اخذ الجزء الافقي راح يكون هذا محور اكس مثلا زي هيك، هاي النورمال فورس، اخذ الجزء اليمين يعني، والشير فورس بتكون فوق، المومنت بتكون هيك. ليش انا اخذت الجزء اليمين؟ فهذا محور اكس، طبعا هو باخذ الشكل هيك مع التكمله هاي، فهذا الرياكشن 175 وعندي هاي قوه 200 وعندي هاي، فانا بحكي سيجما اف اكس تساوي 0، راح احكي سالب ان زائد 200 تساوي 0 لانه هاي اكسترنال فورس، الان تساوي 200. نفس الجواب ولا مش نفسه؟ انا طلعت 175 كنت مقرر هاي 200، كانت النورمال فورس جايه زي هيك، كانت النورمال فورس زي هيك. هون النورمال فورس طلعت معي 200، وهناك النورمال فورس طلعت معي 175. بكل بساطه لانه هاي عموديه وهاي افقيه، النورمال فورس هون هي عباره عن الشير فورس هون، هاي الملاحظه. فبالكويز دكتور شو كان طالب منكم؟ كان طالب منكم find the normal force at B in member AB، كان يحكي لك زي هيك او AC. بالتالي النورمال فورس هون هي هاي، طب طلب من الشير فورس، بقول له الشير فورس هي النورمال بالمنبر الثاني. ما هي هسه خطرت ببالي ما كنتش حاطها. فكان طالب مني زي هيك، اغلب الاسئله كان طالب يطلب مني نورمال فورس، شير فورس، بندنج مومنت فورس. طيب الفكره المائله هسه هون طلع سؤال. طيب هذا سؤال اجى طلب مني مثلا نورمال فورس هون، مني الشير فورس هون، فبني البندنج مومنت هون. فبكل بساطه بوجد الرياكشن هي اي واي وهي بي واي وهي بي اكس. حد عنده استفسار؟ بقدر اقطع بدون هنج؟ بتقدر تقطع بدون هنج لانه هو بده الانترنال فورس اصلا. اخر الكتاب في اسئله هسه 85. ما في اجوبه؟ لا في اجوبه. طيب تمام ببعث لكم الكتاب ان شاء الله. بس مش كل البروبلم غالبا، الاثنين ببعث. ان شاء الله ابعث لكم الكتاب ما عليكم، وراح ابعث لكم اي شيء بخص المال. ما كنتش اتذكر انه في اسئله. طيب هاي الرياكشنز طلب مني مثلا النورمال فورس هون، بكل بساطه حكى لي بالمنبر بي كذا، سمى لي هاي سي بي سي، ببساطه حدد المحور، بقول له هذا هو محور اكس. فبصير عندي الشكل زي هيك، هذا مستطيل، فالنورمال فورس عندي زي هيك، والشير فورس عمودية عليها، البندنج مومنت زي هيك، وعندي هون الرياكشن بي اكس. هسه هون رحت العجب متأكد. طب من النورمال فورس راح اقول له انا بكل بساطة سيجما اف اكس تساوي 0. راح اقول لك النورمال فورس راح تساوي ان مثلا، هسه راح تقول لي تساوي 0 او بي اكس، راح اقول لك غلط. ليش؟ طبعا هي مش عارف اذا راح توضح عليكم بالرسم هون، بس انا راح ابعث لكم فيديو ورقي فهي الي فهموها، بس ان شاء الله تفهموها هون على الخربيش يعني. النورمال فورس، النورمال فورس طالع من الجسم. طيب البي اكس والبي واي، البي اكس والبي واي هذول لازم يتحللوا على محور اكس. ليش؟ لو بكل بساطه بدي اقيسها، بدي اقيسها على بيم افقي. كيف يعني؟ يعني عندي بيم افقي زي هيك، بولر مثلا، وكان عندي قوه مقدارها 10 بزاويه 30، وانا قلت لك اوجد لي النورمال فورس هون. تمام؟ راح اقول لك انا زي هيك عندي نورمال فورس، شير فورس،
وبندق بومات وراح اقول لك في عندي قوه بزاويه 10 10 بزاويه 30 وعندي الرياكشن تمام. راح اقول لك انا اجد لي النورمال فورس. انت بكل بساطه هذا محور اكس فانا لازم احلل كل القوى على محور اكس على محور النورمال محور النورمال. ف6 كوساين 30 هي طبعا ناقص الرياكشن بتساوي النورمال ودائما بيقيم النورمال فورس صفر. بس انا كمثال لما بدي اجد النورمال فورس احكي ان زائد 6 زائد 10 كوساين 30 تساوي 0. هاي مفهومه صح؟ هاي مفهومه اني اوجد نورمال فورس لهذا البيم الافقي واقول لك 10 كوساين 30 بتساوي النورمال مثلا ناقص الرياكشن. بس انا بحكي عن شغله الميلان. هاي مفهوم. طيب هسه انا عندي هون ارسمها على الشكل نفسه. حكينا النورمال فورس هيك اتجاهها تمام. طيب انا عندي هاي افقيه عموديه وهي افقيه على المحاور الاصليه وانا محوري مائل زي هيك. خليني الونه بلون ثاني والالوان لونه بالاصفر مثلا مش اصفر. هذا النورمال فورس وهذا محور اكس اللي احنا متعودين عليه وهذا محور واي متعودين عليه تمام. احنا مهمتنا اللي بده اياه الدكتور اني احلل القوه بي اكس على هذا المحور واحلل بي واي على هذا المحور. احطها بلون ثاني. انا كل وظيفتي كانت هذا السؤال اي شيء مايل بطلب نورمال فورس اني احلل امسك البي اكس احطها على هذا والبي واي احطها على هذا. بالتالي لما اخذ سيجما اوف واي بحكي نورمال ناقص بي اكس مثلا كوساين الزاويه. طبعا هاي الزاويه شو هي؟ لان انا بطلعها هاي الزاويه ثيتا بطلعها هي 4.6 الانفرس 4.6 على 3 هاي الثيتا نفسها الثيتا فبالتالي البي اكس تاخذ كوساين ثيتا طبعا زائد مش سالب بعدين زائد بي واي هسه اذا هاي ثيتا هاي تاخذ سالب بي واي كوساين ثيتا. تاكدوا من الزوايا انتم هيك تساوي النورمال فورس. اللي مش فاهم ما يكتب او يحكي لي هيني براقب التحت او هو يفتح مايك عادي يعني ما عنديش مشكله. تمام يعني هيك عيدها انا للي هاي بكل بساطه النورمال فورس انا حددت المحور تبعها. فانا اذا طلب من النورمال فورس هون هسه راح تقول طيب هذا اللود المستطيل ليش ما حسبته بالحسابات؟ بكل بساطه اللود المستطيل هو عمودي على المحور تبعي فبالتالي هو يعتبر من سيجما اوف واي بفيدني بالشير مش بالنورمال فهي كانت بكل بساطه سؤال من اسئله الكوزات والكل اغلب كان عنده هيك اني انا طلب مني اقطع هون مش انترنال هنج اقطع عادي قطع اوجد انترنال فورس بالنسبه لهذا المنبر. انا بحكي له بحلل اوجد هذا النورمال فورس فانا بدي كل القوى باتجاه النورمال فالبي اكس هي مش باتجاه النورمال بدي اروح احللها على هذا المحور وهي بدي احللها على هذا المحور. هذا عامل له فيديو راح ابعث لكم اياه راح ابعث لكم الكتاب راح ابعث لكم اغلب الشغلات. فمشان هيك كان الدكتور حكي لكم المومنت دايجرام مش داخل لانه مش داخل بالكويز يعني لانه ما احتاج مومنت دايجرام مع انه في طلاب حلوا المومنت دايجرام والوضع مشي معهم. هاي اسئله من اسئله الكوزات هذا عمودي على السطح فما بتحل الكوساين والساين مباشره 36.5 بطول الوتر بطلع لي التركيز وما في داعي احلل لاني انا حللت المحور. هذا شبه منحرف هذا تحليله زنخ شوي قاعد سهل. هذا سؤال سطح مايل سبورت مايل الحركه عندي كيف؟ الحركه عندي هيك الرياكشن بيكون عندي هيك عمودي يعني. طيب هاي احدى الافكار افكار الكوزات كانت اوجد النورمال فورس انا لازم احدد المحور. هذا سؤال بتذكر عجب الكوزات عجب بس ارقام بالفيت كانت ودي انه كان بالفيت لان في فواصل السؤال بالكتاب بيجيبوه بدون فواصل. هذا سؤال هسه فكره الانترنال هنج حكالي هذا السؤال اوجد النورمال والشير
بندنج مومنت عند اي نقطه هون 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 هون. فود عملنا اول خطوه لازم اوجد رياكشن. هذا السؤال مره صورت لكم اياه ورقي كيف ينحل، واحد زيه اذا مش نفسه اصلا ببساطه. بطلع عندي انا مجهول، مجهولين ثلاث اربعة، راح تكلي اربعة مجاهيل انا ما بعرف احله، فانا بروح بطلع على السؤال بدور على اي شيء اسمه internal hint. هاي مش hint، internal hint. فبطلع عليها شو بعمل؟ اصل عندها عامل يا هشام تحكوا برايفت انتو. المهم بفصل عند الانترنال هنج، بفصل عند الانترنال هنج. كيف بصير عندي الشكل؟ انا فصلته برغي، برغي رابطه بين هذا الجزء وهذا الجزء، شلت البرغي بصير عندي، صار عندي شكل هيك طاير بالهواء، شكل ثاني طاير بالهواء. عندي هون رياكشنز وعندي هون رياكشنز. هسه مجرد ما فصلت راح يظهر قوه داخليه. طيب انت احنا تعلمنا ان القوه الداخليه نورمال شير مومنت. طيب انا راح احكي لك هون الانترنال هنج دائما ما في مومنت، هذا شرط بالحياه انه الانترنال هنج هو المومنت بتساوي زيرو، المومنت بتساوي زيرو، فبالتالي ما راح يطلع مني الا قوه افقيه وقوه عموديه. بسميها باسم الهنج، يعني لو سميتها سي راح احكي في هون طالعه منها سي واي مثلا سي اكس، وشوف عندي وبمجرد هسه اتزان. انا لما كنت بركبها مع بعض ما كان في قوه طاهره، فبكل بساطه بمسك هاي، هاي راح تكون نفس ذيك بعكس الاتجاه عشان يتزنوا، وهاي سي واي. فانا عندي اكثر من طريقه اني احل. هقول له انه عندي هذول كم مجهول؟ عندي 1 2 3 4 5 6، عندي 6 مجاهيل. لو امسك هذا الجزء لحاله اقول له سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما اف زد، هذول ثلاث سيجما مومنت قصدي، اعطيني ثلاث معادلات. واروح على الجزء الثاني قلت له سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما مومنت، اعطيني ثلاث معادلات، 6 مجاهيل بقدر احله. بس انا هاي زنخه علي، فانا ما بعمل هيك. بكل بساطه باخذ المومنت، باخذ المومنت هون يطلع لي القوه الافقيه هاي، بسكر الشكل كامل، اخذ سيجما اف اكس يعطيني هاي، بعدين برجع على فك الشكل، اخذ المومنت هون يعطيني القوه العموديه هاي، برجع بسكر الشكل، اخذ سيجما اف واي يعطيني القوه هاي. هيك انا اوجدت الرياكشن. رجع سؤال زي السؤال اللي حلينا قبل شوي، طلب مني نورمال فورس هون هون هون، حلهم. اهم شيء ننتبه عليه تركيز المثلث، المستطيل، المسافات، كان اعرف احل اي سؤال صح. يعني اي سؤال رياكشن انترنال هنج بنحل بنفس الطريقه، بفصل ست معادلات ست مجاهيل، او بسكر بشيل بسكر بشيل، حسب الشكل. بالنهايه الشكل بهمني. في كثير امثله عليها بالدوسيه وبالكتاب وبالحل. في اسئله من افكار الكوزات لحد هسه، بعت الكوز الثاني بالفريم ما انشرحت، بالفريم اللي هي نورمال فورس على الزاويه، او هاي احكوا لي ذكروني فيهن، لان الاسئله كانت كثيره يعني. فاذا في سؤال لسه مش مشروح احكوا لي، خليني اشرح لكم اياه قبل ما افوت بالمومنت دياجرام. طبعا المومنت دياجرام راح اشرحه بالميتنج الثالث، انه هذا قرب يسكر. احكوا لي اذا في فكره ما انشرحها، لان اغلب الافكار يعني انا طلعت على الاسئله اغلبهم كان بده المومنت هون على الاطراف. نشوف اذا في سؤال ثاني. في سؤال كنت اشوفه بس اتوقع هو جبهه الريفليكشن. دكتور ملعون يا اخوان، ما في افكار، بس خلينا نجيب لكم افكار. ها
أنا لو كان عندي شكل زي هيك ميل هون في مايل وهون في مايل وهذا الوقت مستطيل أفقي وطلب مني أحلل، أنا بكل بساطة بعتبر ولا كأنه في إشي مايل، بقول له تركيز المستطيل هذا 12 في 8 وتركيزه بالنص اللود بشكله هون، ما في داعي على الميلان. دائماً إذا شفت أنا دائماً إذا شفت أنا مستطيل أفقي بدي أركزه بركزه على المسافة الأفقية، ما بركزه على المائل. هاي ما فكرة، كان سؤال كثير بالكوز موجود منه هاي الفكرة، أنا هسه تذكرتها وأنا هسه قصت كيف حللها هيك، هاي حللها هسه مشان رجعين لها هسه إن شاء الله. شو كان في أسئلة الكوزات مثلا هذا هذا على نفس بي سي فبطلع طول الوتر وبركزه مباشره، هذا هذا عمودي هيك، هذا مستطيل هيك انه هيك جاي، فلما احل مشان اوجد الرياكشن سؤال عم تذكر حليته الكوزات. هذا السؤال افترض انه هيك 10 في 8 تركيزه، ماخذ المومنت عند A بقول له 10 في 8 في نص المسافه 4، ما بعتبر انه مركز زي هيك، هاي ركزوا عليها. مستطيل ميلان عنده طلقة في الأسهم جاي لتحت، جاي لتحت بشكل عمودي زي هيك، هاي زي كأنها زي هيك وبركزها عادي، ما بعتبر إنه في عندي إشي مايل. أما زي هيك ركزها على البي سي هاي مائلة، هاي فكرة مهمة. إذا هاي كان يعني الأسهم هاي لو كانت زي الأسهم هاي بركزها على الوتر، أما هاي بركزها على الطول الأفقي. إذا أوجدت الرياكشن خلص خلص السؤال. شو وقتها بطلب مني مثلا النورمال فورس هون نص المقطع، بطلب مني النورمال فورس بنص المقطع. فهون الفكرة عندي الشكل هذا محور النورمال وهذا بيجي عمودي زي هيك، عمودي زي هيك، فهون بدي أضطر أحلله، بحلله للزاوية هذيك، بحلل بطلع الزوايا بحللهم وبوجد عندي نورمال فورس. طبعا نورمال فورس مش ثابته راح تكون اي حالات ثانيه. طيب راح نلغي الميتنج ونفتح ميتنج جديده على المومنت دايجرام، تمام؟ ارجعوا فوتوا على نفس اللينك او شوي ضل افكار ان شاء الله ما حتطلع هيها اللي قصدي عنها. عندي هاي ال 17، عندي هاي ال 17 ونص وطلب مني اوجد رياكشن. بكل بساطه باخذ المومنت عند A أقول له 110 في 6 ونص 17 ونص في 10 في نص المسافة 5، ما بعتبر أنه في إشي مايل، هذا الإشي المايل ما بفيدني. وطلب مني النورمال فورس عند B، ببساطة النورمال فورس عند B بالنسبة للممبر AB هي عبارة عن قيمة الرياكشن A. بفصل زي هيك، هاي النورمال هاي الشير هاي الرياكشن. شو الإشي اللي مساوي للنورمال؟ نورمال فقيمتها سالبة. السؤال كان موجود. خلينا نلغي الزوم ونفتح على المومنت ديجرام.